جلست أنا للشباب الذي ينتظر منه أن يكون قوة اقتراح لرئاسة الجمهورية ولمختلف هياكل الدولة للتمكين للشباب. مجلس الأعلى للشباب الذي ينتظر منه أن يكون غرفة تناقح ونقاش الأفكار ووضع السياسات والخطط الكفيلة بالتمكين لشبابنا. كثير ما كنا خارج أطر القرار السياسي نقول الشاب ما عنده حتى قيمة والشاب ما عندهش وزن في الجزائر والشاب كيف يستطيع أن يوصل صوته، ما هو الرواق الذي يستطيع أن يكون صوته مسموعا فيه. نهار اليوم الآلية لإسماع الصوت أصبحت واضحة وموجودة، الآلية لإسماع الصوت أصبحت معززة بقرار وإرادة سياسية قوية بأن تتيح للشباب هذه الفرصة التي أعتبرها أنا فرصة تاريخية.